يكون عندهم صار رهبة وخوف من بعد ما اللي صار مع عماد. حبيبي يا عماد، أنا والله زعلت طول الليل أنا أفكر في الموضوع، واللي قاعد يتكلم عنه ويسبه يعني أنتوا حتاخذوا إثمه، لأنه الزلمة هذا لا كان بيمثل ولا كان بيسوي شيء ولا البرنامج محتاج يعمل دعايات ولا شيء. سبحان الله، كل واحد يقول باللي كيف هو يفكر. أنتوا سويتوا كذا عشان البرنامج؟ ليه؟ ليه؟ إحنا أعلى مشاهدة يا حبايبي. الحمد لله صارت نفسيته أحسن.